إذا دعونا للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ما هي معطيات هذا الدعاء؟ ما هي الفوائد؟ الفائدة الأولى تعجيل الفرج للمؤمنين. الفائدة الثانية النجاة من الهلكة. هذه الرواية مروية عن الإمام العسكري صلوات الله عليه في كمال الدين وفي البحار. يقول الإمام طبق هذه الرواية: والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله على القول بإمامته ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه. الفائدة الثالثة دعاء الإمام في حق الداعي له. الفائدة الرابعة الفوز بشفاعته في يوم القيامة. الفائدة الخامسة الفوز بشرف لقائه في اليقظة أو المنام. هذه الفائدة فائدة جدا مهمة، لقاء الإمام. الفائدة السادسة الرجوع إلى الدنيا في زمان ظهوره. عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: ما من مؤمن يتمنى خدمته ويدعو لتعجيل فرجه إلا أتاه آت على قبره وناداه باسمه: يا فلان قد ظهر صاحب الزمان، فإن شئت فقم واذهب إلى حضرة الإمام، وإن شئت فنم إلى يوم القيام. كيف؟ الفائدة السابعة والأخيرة طول العمر. طول العمر جدا مهم. واحد كل ما عمره يطول أكثر يتزود من الخيرات.